وفي تصريحات صحفية له أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن المعارضة يعكس مدى التقدم في صناعة الغزل والنسيج في مصر وتوجه الدولة للانفتاح على إفريقيا. معرض أكثر من ممتاز بيعكس التقدم في صناعة الغزل والنسيج في مصر، بس إحنا عايزين أكثر من كده، عايزين نتوسع أكثر من كده. الصناعة دي صناعة محورية، وهي صناعة لها يعني لها تاريخ في مصر، فإحنا عايزين نطورها أكثر وعايزين نتوسع فيها أكثر وعايزين يكون التصديق إن شاء الله أكثر، وأيضا تغطية احتياجات كل السوق المحلي. اللي شفته النهاردة بيعكس صورة طيبة جدا ومشرقة للصناعة المصرية، بتتصدر للخارج تحت أسماء ماركات عالمية، وده شيء جيد جدا. المؤتمر أيضا في ميزة أخرى ممتازة، وهي الانفتاح على أفريقيا. أفريقيا طبعا ده توجه استراتيجي للدولة، يمكن سيادة الرئيس كان في مؤتمر الشباب أشار لنقطة مهمة جدا، وهي خاصة بالتبادل التجاري وضرورة تطوير البنية الأساسية على مستوى القارة.